يعني هذا خشمي من طلعت اليوم، هذا وجهي من طلعت اليوم. يابا والله الانسان يكبر ويتغير. انا طلعت كنت صغيره، يعني كان عمري 15 سنه، هسه عمري 24 مدري 14 سنه. ارحموني ارحموني. لاف يو اني كلكم كلكم كلكم. شلون القلوب هاي حلوه؟ كم اخت عندك؟ قلت عندي بس فرح. ايش قصه تغنين؟ يعني من غنيت كنت كلش صغيره، بس من فتت للوسط 2011 فتت الوسط، بس غنيت عمري 4 سنوات. حلوة هاي الأغنية يا أحبها. لا تجيبون أسماء الناس فدوى، لا تجيبون أسماء الناس بليز بليز. اللي دا تصطادون بالمي العكر لا تجيبون أسماء الناس. كل واحد حر بتصرفاته، وأني ما لي علاقة. شنو أنا محاسبة حاسب العالم؟ أنت تعرفين الطبخين؟ يس أعرف، بس مالي واهس. جربت طبخت ومرت فترة صار عندي واهس، بس أنا ما أطبخ، يعني مالي واهس بالمطبخ. فرفر إلها واهس كلش أحسن مني. يلا ليش ما تغني رمضان الخير؟ وقفنا أغاني، قلنا نسولف لأنه باقي تقريبا 12 دقيقة. ايش وقت تعرفين السوقية؟ تعلمت كان عمري 16 سنة. اي ثينك يا روحي انت ويا عمري والتوفيق لكم يا رب. شلون شلون الادعية هاي الحلوة؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اوكي قالوا الحلوة اجت ومحتارة دورنا دورنا من مدايين مدينة المدينة. قالوا الحلوة اجت للديرة جت، قلت اش عجب للحي ما مرت علينا. طولي 160 قزومة. ما رح اغني والله، ما رح اغني، رح نسولف شوية بعدين اروح. دي جي مصطفى العزاوي منورنا مصطفى. وين الجروب؟ هنا لو هناك. اسراء احنا نحبك، انت تصومين باكر ان شاء الله بحيل الله. اخ يا قلبي عندك عداوه وياي. اسراء ما تقرين تعليقي؟ ماشي وياك طماحك. نور يا وردة، بس ما مبين اسمك، اليوزر بأرقام بس وحرفين أميو. قالوا الحلوة اجت للديرة جت، قلت اش عجب للحي ما مرت علينا. كثروا كثروا جوا، لازم نروح خلاص كثروا. يا ايش قد احبكم وكلش فرحانه انه دنسولف، وكميه التفاعل والعدد اللي فوق. ان شاء الله تكونوا انتم همين متونسين، وحلو انه فتحنا وغيرنا جو. وطبعا سوري لانه تاخرت عليكم، وهواي طلبتوا من عندي، ما راح اجاوب لا تتعبون نفسكم جوا. سوري انه تاخرت، بس كلش فرحانه وعندنا ملاك هنا. حياتي الله يخليك يحفظك ملوكه. ثانك يو. ما راح ارد لانه مو الكل نفس الاسلوب، مو الكل نفس الاسلوب. العقل يفتح، مو كل اللي يفتحون عندهم نفس الاسلوب. بالعكس انا جاي اشوف الناس اللي تحبني، جاي نسولف وفعلا نسولف ومتونسين. بعد يلا يلا دا اقرا، والله والله دا اقرا، والله ما مغلسه. الكل تكتب وفتح يوميه. نو واي نو واي. ثانكس على اللايكات، صعدوا لايكات لايكات. بعد اشوفكم احفظ اللايف، اللايف راح ينحفظ ان شاء الله. كملي علي ان شاء الله. شنو هي؟ اي ثينك من شو تغني محتاره دورنا.
رب رزقني فهد عشق. والله ما أريد أغني، قلت نسولف هسه آخر شيء، بس رب رزقني من البداية طلبوها. وحكيت على موضوع اليوتيوب، يا عمري أنتو يا عمري أنتو، الأغاني راح تتحول بقناتي الخاصة باليوتيوب، ماكو شيء اسمه حذف. أنا إذا أقولها من يوتيوب الرماس، لأنه مثل الفنانين هواية كنا بالرماس، أنا ما زلت بالرماس وبعدني بالرماس، بس أكو فنانين هواية بعدهم بالرماس فتحوا أحدهم، فأني هيك راح أفتح باليوتيوب وحدي، فهمتوا؟ فراح ينتقل الرشز مالتي اللي هم الأغاني يعني اللي ما دا يفهمون، من يوتيوب الرماس إلى اليوتيوب مالتي الخاص. وهذا النقل لازم ينخفي، الرشز من ينقل الى من قناه لقناه، لان بي اجراءات هوايه عن طريق اليوتيوب، هاي اجراءات اليوتيوب. امنيتي اطق صوره وياك، ليش تغلسين؟ ان شاء الله اطق صوره وياكم كلكم ان شاء الله في دول عمركم. يلا رب رزقني. رب رزقني فهد عشق بس هو لو أوكو. لا راح نغني رب رزقني بس اوكي، بس راح اغني، ما ضل 7 دقائق وراح اروح. يلا ربي رزقني فهد عشق بس هو لبالي، صار النفس مالي ما غير حلالي، خلانا اطير بلا جنح يماش حلو عطره، دللني كل عمره كلي تحت أمره كلي تحت أمره، وأنا ألقى مثلش بالعمر يا ستري يا أجمل ستر، فنانة بالحب والغزل بس هي خلت ناس تقر، معشوقتي وما نفترق دايب بحبها ومحترق، كلي جذب قبل يشترى بس انت الحب من صدق. يلا تدللوني طلبوا الأغنية، يلا نرجع نكمل باقي 6 دقائق. اوكي صوتك وش حلو، انتو الأحلى، أحبكم منورة. اوكي انتو النور كله، بعد شنو عندنا؟ يلا خلي ألحق. هاي النظرة بوالك مثل حال الورق من طاح، صغرت بعيني فد مرة هيك حبك ولا وراح. خلاص قلنا ما نغني. نبشرك ضيعت انسان، سلم روحه بيدك جان، اثان تطلع تخوان عيونك ما حد يسد، تخيل شجرة بيها وراك طاحت ورقة من عدك، ما تقدر تنزل الراس لا يدي اللي تمدك. تحياتي للملحن سيف عامر صديقي، تحياتي إلك سيوفي، ما أنسى التعاون الحلو كان وياك بعروسة، وعدنا اغاني بالالبوم حاضرينها كلش حلوه. يلا نرجع للسوالف، راح اروح. ربي يحفظك يا عمري، انت غاليه على قلبنا كلنا، انت فنانه بشكل ذوق كلش، حافظه على هذه الصوره. شكرا يا رؤى، رؤى اي ثينك. كيف صحتك؟ طمنينا عنك يا اسراء، كوافيرك عملت لك شعرك بلبنان، امتى ترجعي؟ من بين عند الاسم ام اي شريف، وانا اشتقت لكم كثير، الله يعديها ويعديها ان شاء الله على خير، واكيد راح ارجع ازوركم. ثانك يو ام اي. بيروت منه ثانك يو، ثانك يو اللبنانيين منورين، وتحيه للبنان. زين وين وصلنا؟ ما حلو صوتك، انت لحلى قلبي ومحتارة. ليش تطلبوي تشلقد؟ اسراء احب صوتك، هاي المرة الثامنة وتغلسين الاغا. ثانك يو. وين قاعدة؟ بالمطبخ. ياس قاعدة بالمطبخ مو غلط. وين بيتكم؟ عمان جوردن.
تعبت اني تعب والله من الغنى. خلينا نسولف. احبك من الاردن تولين. ثانك يو يا عمري، تسلمي لي يا رب. فدوة تخبلين. اوكي انتوا اللي تخبلون. شو اسم قناتك؟ اسراء. بعد ما نشرتها راح انشرها ان شاء الله هنا، وراح انشرها على اليوتيوب، سوري على السناب، سناب ان انستغرام. اوكي سوي بث باكر والله اذا سمحت الفرصه راح اسوي لكم جد. شو وقت تتزوجين؟ والله ما اعرف، العلم عند الله يا اخويا. كل شيء بالحياة قسمة ونصيب، ما أعرف. قاعدة على قلبك هاني. Thank you سارة 2001. أموت عليك أنا، أموت عليك والله. ما دا لحق أقرأ الكل والله، بس فدوة 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 للذوق، فدوة اللايكات، فدوة للستة آلاف اللي وياي، فدوة لكم. يلا نرجع. لا ترحين عافية مزين، تعبت والله ما هاين لي، بس لازم يعني تعبت عطشت. سرا غني ما راح اغني، تعبت. فرح ما ادري، يمكن ما اعرف، كنت تلعب لما دا اسمع صوتها. فدوى لعمركم، دا اقرا كل شيء والله، دا اقرا كل شيء، كلكم ذوق وكلش فرحانه والله. كميه الحب اللي دا اشوفها، الله يحفظكم ان شاء الله. واني اموت عليكم، واني اموت عليكم. فدوى فدوى لعمركم. شنو بس لبنان وين نسيت؟ ليش زين ليش نسيت العراق؟ من لا اوجه تحيه الناس اللي تتابعني موجودين من غير بلد، مفروض ضيوفنا. يلا الحكي اللي دا اقرا، ماكو اي سؤال حتى اجاوب عليه. احبك وانت كيوت وفديتك ولايكات وقلوب، وانا كل شيء احبكم. بدي اسمع انت. اوكي ما اغاني والله وقفنا يا خليل، ردي انت. وين عايشه؟ والله عايشه بعمان بالاردن، والله عايشه بعمان، والله عايشه بعمان. شوني انا زين، انت شلونك؟ حياتك في دول عمركم. اجيب لك مي وتبقي معانا يا ريت. ما هسه جا محمد وما طلبت منه. اوكي تشبهين مريم بالجيران وحاطه قلوب، شكلك تحبها. اعترف اعترف. انا احبكم والله يا ربي. وين اروح اني؟ شنو هالحكي؟ رمضان كريم، رمضان كريم يا عمري. انتو انتي عصبية شي اي بحياتي، كوش عصبية هسه شوية بدت تخف عندي، بس انه اتنرفز بسرعة. فرح ايش قد عمرها؟ فرح مواليد 2000. هسه اقري تعليق ام السلم عليك، بتحبك هواية. زينب صفا يمكن حبيبتي، انا احبكم، الله يحفظ لك اياها ان شاء الله يا عمري، طول بعمرها ان شاء الله. ليش ما رحت شربتي ماي؟ والله ما دا اقدر اعوفكم، ليش ما دا تصدقون؟ بعتني بيش وقت تنزل؟ ها هذا السؤال دائما اشوفه. بعتني بيش؟ احنا هيجي سوينا مقطع صغير ترى، يعني مو اغنيه للي دا ينتظرها. عندك شيء جديد؟ عندي يس، عندي البوم وعندي اشياء بعدني ما سجلتهم، وراح اصور كليبات 2. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي. لاب وان كلش كلش لايكات لايكات، ده اشوفكم. خالد واخيرا فتحتي لايف، منورنا. اكو اغنية جديدة؟ يس اكو ان شاء الله، بس خلي نعدي هالامور على خير. احمد يقولي نامي بعد وقت. احمد ليش ما تقرين تعليقي؟ يو اندرسكور اتش قريته بس ما كاتبه شيء انت اصلا. كل ما احب اتعارك ويا حبيبي بسببك، بسببك لان فدوى عمرك كوش ذوق حياتي. ثانك يو.
زين هسه من تجيب لي ماي؟ جيبوا لي ماي. اول مره اشوف حلقومي فور يتنفذ بساعه. مهيمن ثانك يو. صراحه خليك شيء طبيعيه، لا تسوين عمليات تجميل مثل البقيه. ان دوت ارجس حياتي ان شاء الله يا عمري. الله الله لا يعوزنا ان شاء الله. دام الواحد الله يعني بس ما راح اقول على روحي يعني ملكه جمال، بس ليش دارد اسوي ليش يعني؟ ما انا بس يعني بنظري هاي الاشياء للعالم اللي محتاجين يعني شيء انه يسووه، بس انا يعني ما بقى محتاجه، ما محتاجه شيء. هلا ولين لين لين بليز. متزوجة انت؟ والله مو متزوجة ولا مخطوبة ولا شيء. I'm single. ما حلو صوتك. thank you انت الاحلى. اصبع شكل ورا اللايكات. thank you احبكم هالقد. وعبرنا ال 12 وبعدني وياكم دا تشوفون. سيطرين علي مدى اقدر سيطرين. ووردة هلا واني انعام اختي زهراء من العراق. ممكن تقولين اسامينا؟ الله يحفظكم حبيبي. الاكونت لارين تدللون. واني ما تردين علي بنو يمكن سينيوريتا. هواي 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 ناس هنا، هواي ما اقدر ارد عليكم كلكم. سرا روحي اشربي مي هبه تقول واحنا نبطل نعلق. ثانك يو لين. اجي المي. نتت والله كنت عطشانه ضحكت جنن. ثانك يو. يلا 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 اعطيك مي من عيون ستانين. رورو ثانك يو. رورو دا تقول روحي اشربي مي وزينه. اجاني المي والله الحمد لله. خلص اجي المي خلينا نسد الباب. ليش ما تقرين تعليق؟ انا ضفتك بالجروب. اي جروب؟ اي جروب؟ ما عندي جروب. اي مين جروب؟ من كنت احكي بالتليفون ذول جروبي عندي بالسناب يعني اصدقائي كلوز. اوكي ايش قد مواليدي حكيت من يوم مره؟ 17 10 60. خلي اقول لي صوتك ما حلو حتى تردين بيضحك. مرتضى راح ارد عليك دون والله. مرتضى اركان ثانك يو. انت من بغداد؟ يس من بغداد. حياتي 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 والله بس دار اوصل ليجي ومدى اقدر مدى الحق اوصل. شو وقت تنامين والله يا ما اعرف شنو الاسم مدى اعرف راح الكومنت. ما ادري شو وقت انام مش مدري الصبح. غني عروسة وقفنا الأغاني ودن سولف. جايز تعبت تعبت راح أشرب شيء أكل شيء تعبت والله. غنيتها إلا نفترق توني والله غنيتها. عندي علاقة حب؟ لا ما عندي مش مرتبطة. حكيت لكم أنا سينجل. زين راح ننتظر 5 دقائق. عجبيش لا تغنسين عني. ابي اشوف لو ما حفظتها. غنيناها وراح احفظ اللايف وموجودة. راح ننتظر 5 دقائق حتى اقدر اني اروح. 12:05 12:10 انسد تمام. متفقين هيجي دان ديل اور نو ديل؟ يلا سودة علي من التعب. نو قصي اسم الله عليك. اي تعبنا تروحي نامي. نو تعبكم راحة. انا كلش متونسة وياكم والله. توني ما سمعتها فدوى. اوكي اوكي خلاص راح اختم بلا نفترق. متفقين. انت عراقية الاصل؟ ردي يس عراقية الاصل. عراقية الاصل وامي مو عراقية. يا رب توصل الفكرة. سجا ثانك يو انت العسل. بعد منو عدنا؟ اموت عليك يا قلبي. اكس اندرسكور اف 122 ثانك يو حبيبتي. احمد ثانك يو. لا السولت تروحين. تعبت والله مش بتهلي.
إنسان ما رح أروح. يلا 3 دقائق باقي، 12:10 أروح. إياني لا نفترق حتى تحس بقيمتي لك، ليش تحسب ضعف حنيتي خيوطي ما يدوفك وابتعد لك قلبي ما ينطني شوية مني عدل عالفوق لا توازين ما يدوفك وابتعد لك قلبي ما ينطني شوية مني عدل عالفوق لا توازين بس من تفاقك ربذلتي هلغيك والغي احساسي صح انا احبك واعترف بس انسدن براسي بس من تفاقك ربذلتي هلغيك والغي احساسي صح انا احبك واعترف بس انسدن براسي. نو ابوي عايش الله ينطيه طولة العمر ان شاء الله حبيبتي. لا لا دموعك غالية يا روحي فدوى الانس حبيبتي. يلا جايز بقى دقيقتين لين تعبتيني اوكي. اسراء كلام تحفيز الطلاب السادس الله يوفقكم جو امشوا الله يوفقكم تبعوا على دراستكم يا رب ولو ما ادري شكلكم مدى تنتبهون ويا الكورونا نسيتوا الموضوع. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب وكلكم ناجحين ان شاء الله حبايبي. اوكي انا احب اشرح حاجه خطبش لاخويا ما افكر بالموضوع مو هسه اوكي. فرح منو فرح اختي يا اسوان اختي. هاي شنو من وين جاي شنو من وين جاي I don't understand من هو بس لا تضيع بلا سبب ضعفانة والله بلا أساس شوية سمنت قبل ما أعرف يعني أحس شفت أضعف حتى وجهي ملامحي اختفت. أكثر أقدر أقول أنت بدون موسيقى أحلى صوتش. Thank you الدوسري لا تجيبون اسماء الناس يمي بليز جايز لا تجيبون اسماء الناس هنا حبايبي. فدوى شنو تحكين بالبيت يا لهجه والله الاثنين مرات نتخربط اصلا يعني ماكو شيء مو انا حسه مخبوطه. عهد تحبك خاصتنا بيك نبأ وعهد ثانك يو. انا احبك هو انا كلكم احبكم 12:10 جايز يلا راح اروح اني قبل لا اروح كلش تونست وياكم وكلش فرحانه فتحنا وتسولفنا. ما كان ببالي انه افتح لايف هالايام تعرفون والله الوضع النفسي كنا ضايجين بس انه فتحنا تونست اني اليوم كلش وتسولفنا وغنينا وان شاء الله راح ارجع اعيد لكم اياه اكيد والله اذا احكوا عيني على الكومنت ما تخلوني اروح. ما مخطوبه وما متزوجه وعايشه بالاردن وعاشر رجعت جايز احبكم هوايه لاف يو كلكم ذوق وكلش حبيت تفاعلكم ويا كميه الكلام الحلو اللي قريته. ما ادري الله يخليكم ان شاء الله الله ما يحرمني منكم وابقى هيك بنظركم ان شاء الله يا رب. كلش احبكم كلش تونست وياكم رمضان كريم كل عام وانتم بخير ديروا بالكم على نفسكم لا تطلعون ابقوا بالبيوت لحد ما تخلص ستاي هوم بعدنا ما نسيناها. كلش احبكم هاني واشوفكم على خير باي. نسولف يلا ايه تقولي ايش قد عمرك يابا والله 24 سنة 24 سنة 17/11/95 يلا 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 شنو لون المفضل؟ بلاك اسود والله مرة امي فتحت كنتورج كانت تقولي اقولك يعني وتالي كنتورج كله اسود
حد ما قمت شوية أغير كل شيء، أحب هذا اللون كل شيء. نهلة إيه تقول صار 10 مرة قلت وش قد مواليدك، كافي ما مليت من السؤال. أوكي ما هي عمالش العيد ما أصور أكو كليب، يعني إذا نزلنا رح ننزل جوست أوديو يعني بس سينجل. صرا عندي سيارة، طبعا عندي سيارة أكيد. تشبهين سابرينا مطربة يا غزوان، شكرا. اوكي في دول العصبية في دولكم، بس السؤال هو يتكرر يعني جد مو هيك مش هيك. يا طيب القلب وينك، مرتاحة بالأردن إسراء؟ طبعا مرتاحة، مولودة هنا وعايشة هنا راح يصير عمري كله يعني من أول ما جيت للدنيا. تحياتي طبعا لديرت خوالي، ديرة خوالي. ليش ملابس اسود هسه؟ ما اعرف ما ادري. وين فرح بالهول؟ بيا دولة انت حاليا بالاردن، شلون قضيتي بالحجر؟ حكيت يعني ما عندي شيء زايد عنكم. شنو اكثر اكلة تحبيها؟ ها اكثر اكلة احبها الملفوف اللي تسويه ماما اللي هو اللهانة يعني. يا رب يا رب كلكم في اليوم الله يكتب لكم ايش تاكلون من ايده. 5000 واحد ترم ترم ترم. ليش رفضت يا بغداد؟ ما رفضت بس ما صار يعني هو قسمه وما اتفقنا، ما صار نصيبي يعني خلاص اكو هواي اشياء.